عاش الناس قبل الدعوة المحمدية في جهالة وضلالة، عندما توجهوا بالعبودية لغير الله، فعبدوا النار والحجر والبقر والشجر والشمس والقمر، جعلوا هذه المخلوقات في مقام السيد العظيم، ووضعوا أنفسهم في مقام العبد الذليل. بنقلة واحدة نقل محمد عليه الصلاة والسلام البشرية من أحط الدركات إلى أعلى الدرجات، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.